أحبائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نقدم لكم هذا اليوم السؤال 29. كما يسرنا أن نقدم لكم السؤال 30. وسوف نعيد لكم السؤال 30 غدا كالمعتاد بإذن الله في حالة عدم ثبوت عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار، أحب أن ألتقي معكم مع لقاء جديد نقدم لكم فيه حلقة جديدة من مسابقة رمضان للأطفال. والآن مع سؤال هذا اليوم: من هو أتعلم وأستفيد أجد فيه المتعة والأنس؟ هو كروضة غناء فيها أنواع الزهور والورود والرياحين، هو خير جليس كما يقول عنه الشاعر، أتعلم منه الأخبار والحكم والعلوم، فما يكون يا ترى؟